النهارده ليها اهميه يمكن اكتر نادي الصيد. عرفينا المعلومه دي. هو النهارده الصيد والزمالك متعادلين في النقاط. الصيد محتاج يكسب شوطين من النادي الاهلي او يكسب المباراه، واللي هو طبعا صعب يعني، بس هو جاي طمعان على الاقل ياخد شوطين بحيث ان هو يحسم المركز الثاني ويتفوق على الزمالك بنقطه. طب الشوطين كافيين يعني؟ نادي الصيد عنده طموحات وامال وامال مشروعه طبعا لاي طبعا نادي. طبعا هو انجاز بالنسبه لهم ان هم ينافسوا على المركز الثاني، محققين نتائج كويسه جدا طول الموسم، قدامهم فرصه جايين طمعانين جدا ان هم يكسبوا. مش مطلوب منهم يكسبوا الماتش، لو خدوا شوطين ده كافي بالنسبه لهم ان هم يحسموا المركز الثاني. اذا في دوافع يعني المباراه ايضا في دوافع يعني، وفي طبعا ضغوطات عليهم يعني. هم هيلعبوا بضغوطات عاليه جدا ان هم عايزين يحققوا شوطين، ودوافعهم كبيره، فربنا يسهل ان شاء الله الاهلي يعني يحسم الموضوع من البدايه. طب خليني نتكلم على الانجاز بقى، الانجاز بشكل عام. قطاع الكره الطائره سيدات الحقيقه بيحققوا ارقام، يمكن كابتن ممدوح طبعا يعني تفضل مشكورا وقال ونوه عن ذلك، ارقام حتى مش محليا تصعب تكرارها، لا عالميا كمان يصعب تكرارها. يعني الدوري ده رقم كام بالنسبه لنا يا كابتن؟ ده الدوري ال 37. بسم الله ما شاء الله، الدوري ال 37. بيتهيألي اللي بعدين هيجي بعيد يعني، ممكن يعني دوري او اثنين بيتهيألي يا كابتن لاقرب المنافسين. هو في مشكله بالنسبه لقطاع الانسات ان تملي المركز الاول محجوز للنادي الاهلي. المنافسة زي ما احنا شايفين هي مع المركز الثاني بين نادي الزمالك، وكان المفروض نادي سبورتنج ونادي الصيد. كان قبل كده كان بيخش الشمس منافس، انما للاسف بقاله اكتر من سنتين، من اخر فترة كانت لعبت كابتن يوسف عبد الكريم، كانت بعد ما بطلت رجعت الشمس. لعبت ثاني ولعبت في افريقيا وحققوا مركز هناك، وكان كابتن نور عطية كان ماسك الفرقة هناك، وكابتن تهاني كان ماسك هناك. بالنسبة لهم كسبوا الاهلي في الدور فهم فعلا.